مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 22 ديسمبر الساعة 2 بعد الظهر، أصدرت جيمين الذي التحق للتو بالجيش في وقت سابق من هذا الشهر أغنية جديدة لمعجبيه بعنوان Closer Than This. فور إصدارها وصلت الأغنية إلى أعلى مخططات آيتونز في العديد من البلدان حول العالم. بحلول الساعة 8 صباحا بتوقيت كوريا يوم 23 ديسمبر، وصلت أغنية Closer Than This بالفعل إلى المركز الأول في مخططات آيتونز لأفضل الأغاني في 90 منطقة مختلفة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمزيد. ظهرت أغنية Closer Than This أيضا في المركز الأول على مخطط باكس للوقت الفعلي في الساعة 3 مساء في 22 ديسمبر بتوقيت كوريا. وفي الوقت نفسه أغاني جيمين الناجحة السابقة Like Crazy و Set Me Free PT2 الأغنية الرئيسية والأغنية المنفردة السابقة للإصدار من ألبوم ترسيمه المنفرد Face كلاهما عاد إلى المخطط في الساعة 4 مساء بتوقيت كوريا بعد 9 أشهر من الإصدار الأول في مارس. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.